أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا صلى المصلي النافلة وبعد الانتهاء منها تذكر أنه على غير وضوء، السؤال: هل يعيد الصلاة تلك أم لا؟ ما يجب عليه إعادتها لأنها نافلة، لكن إن أراد الخير وأراد الأجر أو يتوضأ ويصلي بدلها، ما هو بإعادة لها لكن بدل عنها. نعم.